السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حباب قلبي في يوم جديد شديد جدا. النهاردة معانا ترند رهيب فظيع، ترند لهارون الرشيد شهريار الدعاة الإسلاميين في مصر. طبعا كلنا عرفناه معز مسعود. إيه آخر بقى مغامراته أو إيه آخر اختياراته النسائية؟ تعالوا نشوف. النهارده السيد شهريار الدعاة المصريين معز مسعود والمنتج الكبير والداعية الإسلامي الفخيم خلاص أعلن ارتباطه بالفنانة حالة شيحة. طبعا تقريبا من نص السنة كده، بقى لنا 6 شهور عمالين نقول يا ترى في ارتباط ما فيش ارتباط، لكن ارتباط حصل وربنا يتمم حلاله على خير. ده طبعا حصل تقريبا من الحكاية بدأت لما كان متصور وماسك جيتار، الشيخ الداعية كان ماسك جيتار، وبعدين علقت حالة شيحة عليه بتقول له مين اللي مصورك الصورة دي، فرد عليها قال لها ده حد مهم أوي. الله أكبر. بس فده الناس بدأت تتكهن بقى، وبدأ في كلام الناس تقول يا ترى في علاقة، هل في علاقة بين معز؟ وطبعا الراجل بسم الله ما شاء الله شهريار شهريار ما بيقعش إلا واقف يعني. فالنهارده بقى الموضوع اتكشف والحقيقة بانت، وبقى الارتباط رسمي فهمي نظمي، وباقي بس الشكليات ان الولد يروح يخبط على باب عمه وعمه يخليه يتفضل ويوافق على الزيجة الهنية وتبقى دي الزيجة. بس انا اتمنى من حالة شيحة او والد حالة شيحة ان هي تطلب من معز مسعود ضمان، يعني ضمان الجوازة، ضمان ده مثلا 2 سنين 3 سنين 4 5 سنين، عشان الموضوع ده بيفرط منه، ولو ما خدتيش ورقة ضمان هتتبهدلي قوي 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 بعد كده. طبعا هو راجل منتج ما عندوش مشكلة هيطلق بقى فلوس، وراجل فلوسه حاضرة يعني، راجل منتج. بس المشكلة مش في كده، المشكلة انت الضمان قد ايه، يعني انت هتاخد فلوسك دي بعد قد ايه. وهو مشروع كويس لو حد عايز يستثمر في معز مسعود، الراجل ده بيشجع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وربنا يكرمه ويصلح له حاله. وألف مبروك وربنا يتمم العروسين، وطبعا هدعي له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أخي الفاضل معز مسعود، ونراك في زيجة أخرى من الوسط الفني. سلام.